أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس الثامن من دروس فقه الأسرة. يثمثم وقد درس الثمانية للدروس فقه الأسرة. ناد للدروس نيادان. نشمقيو الموضوع اسمي موانع الزواج. نفقنا الديوث مثلا نغب اللي الموانع قيث مثلا أطس لديطاي قلان أطس قلان وهربية من ثلاثة انتي السين بشوري وقارة في ذي المحظور وقارة ذي الحرام أين خطر أخي قررك لا ذمري رخا بلقى في فنوغ في الساس الساس إلى قذي في الحلال لم شروط ثياض بيان سور النية كذا كذا ولكن كذلك إلى قذي الحلال ونفقن دي وثمة النغب اللي لن وان دايم ذانا غلظا وقع عندي الحرام بلا محصن نفكر دي زيكزومبل طاسي قلان نفقن دي وثمة لو ديفورس ند لن ثلاث انواع ذي مقارنة الى الطلاق الرجعي الى الطلاق البائن بيننا الصغرى الى الطلاق البائن بين الكبرى. طيب وقيني اذن هذا ثانيا ند المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى بالنسبة إلى مطلقها تقين شرحتي الدرسني عندنا هذا نسيب. ثانيا ثالثا المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة تقين مسألة ثلاثة أيث مثلا أرجز ميلا يموث يموث ورجز إيجاد ثمطوثيس ثمطوثيس أتشمو مقارن دي لعدة ربي لعدة أكيد قرنس قبيليث أكيد سنغ على الأقل استعرف قرنس العدة الشرعية العدة العدة لا بريوداجي ذي سارفا شهور وشرية كتر موار ضعي وقورن أو كذا عشرة والسان ثقي قرنس العدة عدة الوفاة ستادير ذي لا بريود من ربع شهور وعشرية أوري جوزارا إيونا دياس أرفافاس بار إكزومبل أنتم الطوث أسنيني أخني أضم ربي لا جر إذا غا جوستومون أدخل فاغي اللي ثون ثاقي ثلاث جلث ولا ذاين أركازي سي موث أوري جوزارا شرع وليك حتى الأمور كي وأنت جار وأنت غفيلانا أنت غفيلانا وسقرا يونا الفلان تلقى مي أضم ربي لا جر إذا غا بالمناسبة إما لا نخطبك عند باباك ونزوج بك هذا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا. خطبة المعتدة من عدة الوفاة لا يجوز بالتصريح ستدير لقرا ورجوزارا سوى ولي لان كلار النات واضح أسين ضيفة فاس الفلاني أظل فاس كنسفار بيض ذنفي ذي اللي شاقي إمو يموت ورقاز مثل كذا أريد جوزارا هذا لا حرام ذا شو يجوز يجوز ميلا عن طريق التعريض أو عن طريق التلميح إلو مقارن تصريح يعني ديركت إلى تلميح أدف كذا كدي السيني دي فلاش بار إكزامبل السيني ضيفة فاس نغا أما ساد بوين راكوني نسفن فكذا رسالة من تحت الماء فهمي الفاهم واللبيب بالإشارة يفهم أولاً ما جيش شرعي جوزيث القرآن يناد لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء سبحان الله القرآن الكريم وقم قرن التعريض وقم الآية القرآنية إن ما إليهم ديريكت كنكا أولي جوزارة ولكن عن طريق الإشارة عن طريق التلميح عن طريق التعريض لا جناح عليكم ربك قروا السامر لثم يعني يجوز هذا صافي أربع شهور وعشر أيام لا بيريوداجي ورسالة ورسالة الحق نتساف باش تاود الجواج وكذوايض بيان سور الهدف لرعاية آثار الزواج السابق ممكن ثم طوثاقي ومين موث ورقاز بلكة تنستاذيست سورقاز مزوارو بلكة تنستاذيست انسانت ألور الشرع النغينيش يجب المحافظة على الأنساب ألور ثاذي سني ميسنين غير اللي سني برقز مزوارو ماشي برقز ويسين الشرع يفغى كل شيء ذي واضح بالمناسبة قستان برنسيب ذا مقران ذي الدين أما ذي التجارة أما ذي زواج أما ذي كل شيء ألور الشرع النغيناد ذي لا بريود ني العدة
لعدة الوفاة ورجوزارة خطر بالك انت ستستفيست سور قازا مزوارو تقيد الحكمة ذي الحكمة ستدير الجديفان ما إلا راهي ونسانتو كذي الأخيري باش ميساقي أذيوغال الفلاني قال سينا قشيشاقي قشيشتاقي ذميسنا ذي الليس الفلاني ذي الفلان تقا. طيب كذلك هنا حكم أخرى منها إظهار الحزن والأسى ثم تثم ثور قازيست جلس تحزن وكذا ماشي ولاد ياسر وقت ماكي هذه خضب بطريقه مباشره المهم تصل دي طايق اللام يعني ماشي ذو وقت سنتورا فقيث مثل قرنس اذن معدده الوفاه ثلاثه عده الطلاق عده الطلاق فقيث مثل ثلاثه قروا اكدنا ربي القران والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروا مفردها قرء معناها حيض أو طهر كما قال العلماء الحنفية والحنابلة قالوا بأن معنى القرء هو الحيض أما المالكية والشافعية قالوا بأن معنى القرء هو الطهر فقد الدطا يعني العلماء شو دلنا ألور أرقازي ما يفرث من الطوث ماشي ذي الموثي قموث ذا قيني السعان كوين قار ترواموان ثلاث ماشي ترواموان الحقيقة ثلاث قروا ستدير أرقاز ما يفرث من الطوث ألور إلى قد سيأدس الحيض ينس من بعد التزدي من بعد يس الحيض دوزيام فوا من بعد التزدي من بعد يس الحيض تروزيام فوا ذاقيني ذاين بعد ذلك سالح قطع الجواج نورمال ما تفكنت الحيضة ذاقيني ولم تتم الرجعة وتدير رالا خطر توصل الحكم قلان برميرمو ربي سبحانه نتيخ دي خلقان يزرع نرفو نزعف ما كاين كون الدنيا غاسني بلاكي ودشي مار لاباي بلاكي تيف العقل هذا يرزاف نفس مطوثيس الور الشرع ناكنا ولي سيلز دافيش قريب تروامو اتخمم ماض اليز هادشي وراض خاطر الانسان عجول ذي ثلاث شهور تقريبا دي لا بيريود هاكي اما تشي وين يسلان ثفرا اذا غادي يسي هنا تيخضف ذلا حرام سورتو اذا تعلق الامر بالطلاق الرجعي ذلا حرام تحريم قاطع ولاش ديك الشك يعني ما يفريس ورقاز اثم الطوث لو برومي جونفي مثلا 2003 لي تروا موني مزوره انا فطرت العده فطرق الرجعي وري جوزاري وني مين باتي دي خضب مين با بالتلميحه مين با بالاشاره وري جوزاري لا بالتصريح ولا بالتلميح انتيردي لي دو في زوج ولي الشرع مشي خطرين خطر أرجزني أكدنا ربي سبحانه وبعولتهن أحق بردهن إرجزن السنت ذنثني قسان لحقتي درن سيبوسا ربي ذي القرآن شو دينا إن لا تخرجوهن من بيوتهن أبري طلاقة وتسفو غارس بخامي ثرفيض وتفغضا تتواليض أكن تفغط الليل شراح ترميث إنك تسفو غارس بخاميس ودينا لخامي ولكن الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ودينار من بيوتكم سبخامنونا لا ذاك القرآن بذات غزل خاميش ذا خاميش شيني سعيد لك تقيمانيش بات بروبلام ولكن ذي نقطة يجي ربي فكير ده مساج إنك لا تخرجوهن من بيوتهن وتسوفوا غرب السيف ولا يخرجن لدو وستقران كيني سيغ ديفة فغاغ وتغيمي غرام نو إناس ربي سبحانه ولا يخرجن أورتن تسوفو غدس بالسيف أورتفغن تسلفغين سنت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن المدينة ربي سبحانه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هاتان معنى يزمر الحال سيدي ربي يدياوي والأمر ذا شوث ذا الصلح الشقاق إلى نجارون النزاعني يزمر ذي روح يا اخي كلشي تقول ولو نهرفس نربي الله بالك ساقت الشره هضت امرت سوالي غرق ولكن بعد قول شهرين اذ يغلو لي شذي حلو نورمال سي بوسا يثمثم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن ولو نقمذانا يريض ظن سيدي ربي كلشي الكفوسيس أساقيد الكرة هزكا دير الدرس المحبة أساقيد الشقة قزكا دير الدرس الخير يا راول الخير الربح صفيت مثلا تيكا ذاكي يعني ذي الديتاي بيبري الور ذي المرحلة العدة
سواء عدة الطلاق الرجعي أو عدة الطلاق البائن، وإن كان فيها تفاصيل فقهية، ولكن الراجح عند العلماء لا يجوز للمرأة المعتدة في الطلاق الرجعي قول واحد بالإجماع. في الطلاق البائن هناك كلام، بعض الفقهاء قالوا يجوز تعريضا لا تصريحا، وبعض العلماء قالوا لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا. هذا تقيث مثلا. ثالثا طبعا المرأة التي لا تدين بدين سماوي، هذا قيث مثلا أتصبى ولا رين، ولكن فكرة كان خلاصة بون إزمار ثريون أيث مثلا سورتو دي زمان أجنخ شرع شو دينينك إن سلم يتزوج بالمرأة المسلمة نغ بالمرأة الكتابية. ذا شو المرأة الكتابية التي تدين بدين سماوي؟ يعني ثين يوم النصرانية ثم سيحيث ثم طوث كريتيان نغ جويف سي كذا كيجوز انت في نسلم ينسلم هاد ياسر غور كيني ان كيني في غير جوجا ما تنسلم ثلا ديفان يجوز 100% اما الا كيني كيني في غير جوجا سي يوث سي تل ابيب تا يهوديث نغاشيني يوث سي باري كراتيان تا مسيحيث هل يجوز ام لا يجوز؟ ذاكي لو كانت فرنسا تقتوال ولا كانت فتر كان الخلاصة جمهور العلماء أنان دي يجوز يجوز إن سلم باش هذي يغيوث تا يهوديث نغيوث تا مسيحيث فكان دي الأدلة من القرآن الكريم ناد ربي سبحانه يناد باللي يجوز إن سلم باش هذي يغيوث مسيحية نغيهودية فهي ذي الآيات ولكن بعد ذكر خير الآيات نقطة في السنات أن حتى الصحابة كان مهم يتزوجوا الصحابة عليهم رضوان عثمان بن عفان يتزوج سيوث تمطوث نصرانية اسم سناء إله عثمان بن عفان خلفة المسلمين دليل أن صحابي آخر حذيفة بن اليمان يغي وسط يهوديث صدو ورا صافي مدام الصحابة الدليل والثلاثة لا الدليل والثلاثة إن ثم طوث ثينس ثم مسيحيث نغ ثا يهوديث إلا ذا شو غي شركين يذسم نورمالمون باغ إكزومبل بارمي الأمور غي شركين باللي نومنس ربي نومنس ربي خالق لو كرياتور نومنس ربي سبحانه نومن خاطر القرآن الكريم إنا يغدي القرآن الكريم في سورة الأنبياء الآية 25 باش ودينا ربي سبحانه إن ياسين في صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك يا خير الرسول دان قالوا عليه الصلاة والسلام قفلي سلم الرسل ربي ناياس وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ذا شار نفهم سلا ياقي ربي سيقارن في صلى الله عليه وسلم يكون رسلك يزوارا وحغاسن نغاسن أتمنم واسيني ميمذان أتمنم سربي يون وريسا شري يون صافي نورمالمون مسفهام يوك في كتابين أما التوراة في سيدنا موسى أما الزبور في سيدنا داود أما ذي الإنجيل في سيدنا عيسى أما ذي القرآن في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا أكن ملا شرشيثا وبيلياجي تاك جديد أم قرآن لدوزيام بيلي نمناك باللي ثلاثة أخر اليوم الآخر اليوم الآخر إلا ذيكس الحساب العقاب إلا ذيكس كلش الجنة والنار نومن نومن كذلك الفضائل والأخلاق الكبرى نتاع الإسلام نومن أتصغ الشركين ثاقي برميليز أرقيمو دين العلماء بلي يجوز أيوة ولكن أيث مثلا العلماء دفكان دي ديتاي ثياظ برميليز ديتاي دفكان النند المرأة الكتابية المحاربة إنك شو يقصد ربي ذاكي ما الذي يذكرت أنت مسيحيث في وقت السلم ولاش تاذا وثيارنا ولاش الحرب يارنا كل يندكم كان يسلاكم دينكم ولي دين وكل يذين سلم انطفي الدين وكل كذا إلى شغل الشريشين ما يجوز هذه جوجوة من سلم مسيحيث ولكن شي قار الساقي ويقزمرنا دينين بالأقل ماشي هذه الحربين لنا ماشي ذي الحرب لنا مع اليهود حاليا قرار ذي الحرب صباح ثم ديث
أما الحرب بالسلاح، أما الحرب بالفكر، أما الحرب بالثقافة، أما الحرب ذي الدين، شويه الدين الناغ كذا وكذا لاجب أي دناغ في الجويفة الدنيا في الكراتية كيف كيف أساقي باش يحكونا في المسيحية لا أتسب الإسلام أتسب الإسلام أسقر محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ذفو لا شيثياك نغد يبرى الرسالة القرآن قيم وحرف في الدول وغد شوفان دي الانترنت سوالة ما وقال يتوال الانترنت دي السيت دانترنت شغل نسان ذوا أتشوه الإسلام أتشوفان تصورتين الكذب تصورتين الكذب الكذب تصورت اسمي المسلمون تصورة كذا وكذا أبي بريكان الكذب أتغرى كي ونوم السينار الدين زمان ثاون كونتر بيه وداخل الله لا عجوف قلان داخل فبتلقى في حرب عندنا انت الجارونتي ولا ديوتام تو ثم ثقيسه خامس ازكى الروش دي جام تفعل دي جات وعره زمرك الظهر وتصدق خامس شات فون سبعه تخدمض دي بني زمن زرنا ولا انت تخدمض هذا فضاه الراويح كاش نهار سورتو مشات برومي جانفي بابا نويل ني تصفضه خامس كيغال لاباس هذا المشكله لا تلقى غارونتي ذاكي يرس نتقرا سيدنا عيسى الا الى هذا النبي الرسول ويض والو لو كان مقرص قرويض صح الا ولكن كل وقي ذا النبي نعم خاطئ اش تخدم الكنيسه ذك صالون الصالون ذي يغال ليغليز اش كذا في تناقص تخدم داخل الشغل سي بور سا العلماء المحققون ذاكينين عند او الذي في بدل الزمان ولكن العلماء ذي قرن خاطئ ربي سبحانه يحصى يحصى غين يظرى ند يظرو علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون إلا ذا شوي غفن في ربي سبحانه ربي ظرى غد يسوى السام ذي ظرى كوينو مسلم ما القريصة ربي يجوز لا يجوز الزواج بالمرأة التي لا تدين بدون سماوي ثمطوث سارة صلة بالسماء بربي سبحانه ذا الحرام ما دامت كذلك ونزمات نصنف ضمن المحرمات المؤبدة لا خطر زمر ثاقي مسيحية ولا تسلم نكيث ولا يثماثن في غادينيغ ما إلا تسياض من ركس القرآن ولا سوين نظن لا تدين بالله بالإسلام ولا بأي كتاب سماوي ذاقي بإجماع العلماء ولاش الخلاف لانت بلوزيور دا كاتيجوري النوع الاول قرناس الملحدات لا شلت الملحدات الملحدات هن النساء اللائي لا يقيمن وزنا للدين قرناس لزاتي هكذا الور لزاتي هات انت اتفضي يوث السارك العلاقه بالسماء ياك والو اكثني لا اله والاله ماده تنقرن شويه عيون ماديون والو مي مو قال غير نثني ده كيف كيف ألور إنك أكثيني إنكيني ملحدة أولو من السيوان أولاش لك هذا لا أورثو من لاس ربي ولا سنفي ولا سكتاب السماوية والو ثقيت حرم وسقرات شداويغا بعد ديلها الدعوة الإسلامية لا يجوز أصلا الشيوعية أتصف ديوث كومينيست تؤمن بكارل ماركس ومن معه والمادية والشيوعية داخلة في هذا الصنف ثلاثة المجوسيات المجوسيات يعني عابدات النار في قضية عبد الثيمس بعيد الشر يمدي وثم تصخى ما تسقيم دائما أتسحمو أعطيك صحة الشيخ دائما تسحمو أتسحمو ذي الدنيا وأتسحمو ذي الآخر أتسحمو ذي الآخر أتسرغ ماشي أتسحمو ألور ثاقي المجوسية كيف كيف أرنوت الله اللي استقيد لنا كذلك النساء الصابئات عابدة النجوم ثقة ذي عبد نثران عبد نثران كذلك الوثنيات الوثنيات ثقة ذي عبد نزران أتصف لك تخدم هوبل ذاق البخار قوبلنا هوبل لات والعزة كيف كيف ذي عبد نزران كذلك ثقة ذاق اسميس الهندوسيات ثقة ذاق اسميس الهندوس اسميس ذي الهند عابدة البقر إلى آخره إلى آخره فبالتالي مثلا كل كارثة يجي كامل يعني النساء اللائي اللي راهم ما يمنوش بدين سماوي في كذا كلهن الزواج بهن حرام الى غايه التوبه نتاعهم اذا كاش واحده دخلت الاسلام لا ينتفرى
وكي نقولوا هكذا المرتدات، المرتدات معناتها فينا راك شمل المسيحيه نغ اليهوديه هكذا. واذا كي زرامي مسقسي دائما ساكن تيد مدن اخينا تفضي وث نغيون يشم المسيحيه. ذا جاي مثل النصيحه لله ربي يمرغد بالتبين. والايه يقول عقور المموت ان شاء الله جمد عيغيس خاطر مي ولا معظم الهلاكات جنس من ذا والو قالوا او دكدي فغوا ولا سنخن في قجارين هذه لحو ذا الحرام يثمث ماشي مي فغيو الخبر ذا مشطوح ذا غنشوفوا الخبر الفلاني كراتيا اتفضل نسان خاطيه كاع. هناك بعض الناس اتهموا اتهام باطل باللي ارتدوا عن الاسلام. يجب التبين تمسلت جاي ثماثين لق أما تمسلت جاي ثياض يجب أن نتبين نتحقق ما شوال دي بظن أثناء من خاطئ. سيدي ربي الناش يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ سيدي ربي دي فكاسل طنبوني زاين فاسق بنبأ خبر فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن عند التحقق ما يليون نغيوث بيقين يعني بحجج قاطعة أو بقرائن قاطعة لا تقبل إثبات العكس أرشي سيور ما يلن تسيخشم الكريستيانيزم المسيحية يومن سلا بيبلي كفر القرآن وكذا وقي قرنس ماشي مسيحي قرنس مرتد باش نفكي سميس الحقيقي مرتد الارتداد معنى الرجوع الوراء والدمار شرير لم بعض قرنا مشارا نسوج لا راش ذاين لكم دينكم ولي دين اي ارقاز شدين سلم اسف اكشي ارقاز فغلسي الاسلام ثغر الكاريتيا شيني كاريتيا كان قيمة سلم ثان كمل انا ربي راون غالا ما يوغى الكاريتيا سير الحياة الزوجية بعد الحرام ذاقي يفرق الله بينهما ذاين بقوة الشريعة يفسخ هذا العقد. الأرثقيث مثلا المرأة المرتدة أيضا دخل في هذا الباب إلى أن تتوب فإذا استتيبت ورجعت الإسلام ثانية لازم بعقد جديدة لقد أنت مهمة ما إلا تفغسي الإسلام ثم غلت مسيحي ثم بعد كلك موانغ كلك جور أدو غالغ الإسلام نو دجا تروح ذاين إلى قاضي عوتي خضر من جديد الفاتحة جديد كل شيء جديد هذا هو. وقيل مقصود هذه مثلا رابعا خامسا نقطة خمسة زواج المسلمة بغير المسلمة المسلمة بغير المسلم ذا قيل هذه مثلا والف فين سلمث فين سلمث أريجو زارا تزوج ذيون صف ما إلا فين سلم فقط وري جزاره ما كدنا بالنسبه للرجال ارغازين سلمي جوزا ديغي وثا مسيحي ثنا يهودي سريد طيني دلفتاكني خاطي. القياس هنا قياس فاسد. علماء الاصول علماء الشريعه الا يون المصدر اسمه القياس فكاند لي بيلين القياس الاصل الفرع حكم الاصل العله أمر ما ينكينيون ما دام سلم جوز باشا ذيغي مسيحية إذن ثين سلمث يجوز باشا تغيون مسيحي لا وقب بالإجماع يعني ماشي مسألة خلافية. الشرع ربي يحرم الآية أعتقد الآية عند ربي سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار كيس اسم ربي سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ما تشيد الحلال أكدنا ربي سبحانه المعنى يسد الحرام ثقي مهم ربما النبوة جماعة الخير أن في عصر الانترنت أما كدنيغ أما كنا نورى المزيان يجوجنا عن طريق الانترنت تعارف وكذا وكذا بعد ذلك كملا ربما لا تتحذين يخدم كيف كيف تقشيش تنسلم سلانترنت تخم تعارف وبعدين أتزوج ذيو المسيحي نا يهودي وقيت مثلا زواج حرام حرام قطعا. سادسا الجمع بين محرمين ذا شو نقصد الجمع بين محرمين أوري جزاري ون يوثم طوث صندوق خامس يخدمين سلاع قد نورمال أذير نو لدوزيان فام لا بوليغامي جوز دي شرع أذير نو لدوزيان فام ذي ولت ما سنت ساف
هذه سدوكل في 36 دوك خامس وقيد الحرام الحرام وري جوزارا هذه سدوكل ثمطوثيس وكذا عمتيس نتمطوثيس ثمطوثيس وكذا عمتيس نتمطوثيس ذ الحرام وري جوزارا هذه سدوكل ثمطوثيس وكذا خالتيس نتمطوثيس يعني في قال سيت سيلين في قال نشرح الدروس نعدان ومقارن العلماء المحارم لا يجوز الجمع بين المحارم إذن سادسا الجمع بين المحارم في قلقي كامل تروامو سامبليفين كلش الجمع بين المحارم في قلقي كامل لا يجوز الزواج بهن خطر رب سبحانه ينادي القرآن الكريم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف دي الجاهلية كخدمة دي الجاهلية قبل الإسلام يولد يرثم طوثم بعد ديرو ثم طوثي سنات ذو التماس انتم طوثيس اثنتيس دوك انتي جماد بخاميس صف ما ثموتم طوثيس نغي في فرا الزمان ديرو التماس تزرى مع عثمان بن عفان يغى يلسن في صلى الله عليه وسلم رقية اسمي ثموث يرنيسن في صلى الله عليه وسلم يلس في سنات ومكرثوم ثولام ولكن انتي جميعا ذي لا يسمعين خاطئ المث متم زواروثي اللي سن في صلى الله عليه وسلم يرناد والتماس أبري وحدس أنشتقي يجوز القرآن يناد وأن تجمعوا بين الأختين التجمام يعني يرثي استماثين إلا ما قد سلف سوين يعدان أين يعدان ذاين ربي سبحانه يا فاث الإسلام يجب ما قبله والنبي صلى الله عليه وسلم كم الحديث يناد حديث أبي هريرة حديث صحيح رواه الجماعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقيد الحديث الصحة ننفي صلى الله عليه وسلم الآية فضرت كان في ثيستماثين الحديث كمل يتظرم كنوية السنة كمل القرآن هكذا إذن السنة كمل القرآن يريد جزالة والعفقها بند عبارة شاملة الجمع بين محرمين ثقي سادسا سابعا وأخيرا في السبعة المرأة الزائدة على العدد المرخص به شرعا تقيث مثلا حواجة تصن تفاصيل سنكمل الدرس وايد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.